إلى جانب سياسة السدود هناك مسألة الانتقال الديموغرافي. هناك بلدان الآن غارقة في ديموغرافيتها، ولا يمكنك أن تخلق التنمية ولا النمو الاقتصادي إلا بالتحكم في الديموغرافية. انخفاض بارز في الخصوبة حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط فتح المجال أمام تراجع تعداد الساكنة التي تقل أعمارها عن 15 سنة في مقابل تزايد مهم للساكنة النشيطة المحتملة. الأرقام وصفتها المندوبية السامية للتخطيط بالربح الديموغرافي، وأشارت إلى أنه يتطلب استثمارا ضخما في مجال التعليم والصحة والنشاط الاقتصادي.